بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير الهمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الداعية المجدد، وذلك على هذه الجهود الطيبة التي يقوم بها من أجل تطوير الخطاب الديني والتجديد الفقهي الذي يحتاجه الدعاة والذي تحتاجه الأمة الإسلامية حتى تستطيع أن تجتاز في هذه الأيام المراحل الصعبة التي تمر بها. ومن المعلوم أن تجديد الخطاب الديني أمر حيوي وهام للخروج من تلك الأزمات، وأيضا هو يمثل ضرورة دينية، لأن الشريعة الإسلامية كما هو معلوم أنزلها الله وجعلها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يستبين هذا الأمر إلا من خلال التجديد الفقهي الذي يدل على أن هذه الشريعة صالحة وقادرة على حكم تصرفات الناس في كل وقت وحين، والمستجدات هي الدليل الذي يبرز هذا المعنى. وموضوع محاضرة اليوم بيدخل في باب النوازل الفقهية المستجدة، وربما لم يكن التجديد فيه بالمعنى الكامل، لأن المسائل التي يقوم عليها هذا الموضوع كانت موجودة من قبل في كتب التراث وكانت معلومة، ولكن التأصيل الفقهي لها على ضوء الواقع المعاصر لم يكن معلوما بالصورة التي أود أن أبرزها عليه في هذه المحاضرة. موضوع محاضرة اليوم عنوانه المحافظة على الصالح العام للدولة، أو على الصالح العام بوجه عام. والصالح العام هو تعبير نطلقه على كل ما يتعلق بالمصلحة العامة أو بالمنفعة العامة. فالمصلحة العامة هي التي تهم جميع الناس من غير أن يختص بها أحد، وهي تقابل المصلحة الخاصة التي تقوم على الاعتبار الخاص أو على مراعاة صاحب هذه المصلحة بوجه خاص أو بصفة خاصة، وقد قامت الحقوق من قبل على هذا التقسيم، تقسيم الحق إلى عام وخاص، والحق الخاص هو الذي يخص فردا بعينه، وذلك مثل حقه في ملكية شيء أو في ملكية ما يخصه من النقود أو ما إلى ذلك. أما الصالح العام فهو ذلك الصالح الذي لا يختص به فرد واحد بعينه، وإنما يختص به كل واحد من الناس. وقد بنيت القواعد الفقهية على هذا التقسيم، اللي هو التفرقة بين الحق الخاص والحق العام. والحق الخاص هو الذي يخص فردا بعينه، والحق العام هو الذي يخص مجموع الأفراد. وكانت القواعد الفقهية وما زالت تنص على أنه إذا تعارض الحقان أو إذا ألزم الإنسان بأن يوازن بين أمرين، الحق العام والحق الخاص، فإن الحق العام هو الذي يقدم في هذه الحالة، لأن معيار التقديم ليس هي وصف الحق بأنه عام وخاص، ولكن بمقدار ما يعود عليه، ما يعود من ورائه من نفع على الناس أجمعين. فما من شك أن الحق الذي يعود على فرد بعينه الفائدة فيه محدودة، أما الحق الذي يعود على مجموع الناس فإنه يعود على أفراد كثيرين، ومن ثم يكون جانب النفع فيه كثيرا. الحق العام، فكانت القواعد الفقهية تقضي بأنه إذا تعارض الحق الخاص مع الحق العام يقدم الحق العام. والحق العام كما قلت هو الذي يتعلق بالصالح العام للدولة. الفقهاء حين قسموا الحقوق إلى حق عام وإلى حق خاص، كانوا يريدون من خلال هذا التقسيم أن يبينوا أهمية الحقوق حتى لا يحدث تصادم بينها، وحتى لا يطمع الإنسان في الحق العام ويستغله لصالحه الخاص، أو يجور المجتمع على الحق الخاص ويسخره لمصلحته، أو يظلم الفرد في سبيل الجماعة. ولكن هذا التقسيم يقوم على التوازن بين الحق العام والحق الخاص.
والأصوليون قديما تعرضوا لهذه المسألة في تقسيم الحقوق، فقسموا الحقوق إلى حقوق العباد وإلى حقوق الله عز وجل، وقالوا إن حق العبد هو الحق الذي يتعلق بفرد بعينه من آحاد الناس لا يشاركه فيه أحد، أما الحق العام ما حق الله عز وجل فهو ما يختص به النفع العام للناس جميعا من غير اختصاص بأحد. وقالوا إنه إذا تعارض الحق العام مع الحق الخاص، أو إذا تعارض حق الله مع حق العبد، فإن حق الله هو الذي يقدم في هذه الحالة. استدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة أو بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي عندما جاءته امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر قامت به أمها وكانت قد نظرت أن تحج ثم ماتت دون أن تؤدي هذا الأمر، أفتحج عنها؟ قالت إن أمي كما جاء في رواية الحديث إن أمي قد نظرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية هذا الدين؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال لها: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وجه الدلالة في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قضاء حق الله تبارك وتعالى هو الأولى بالوفاء. والأولى معناه أنه إذا تعارض هذا الحق مع حق الفرض فإن حق الله عز وجل هو الذي تكون له الأولوية ويكون له التقدم في الاحترام وفي القيام بواجباته وعدم الجور عليه أو عدم الطمع في هذا الحق. فكأن المسألة الصالح العام بيمثل جانب حق الله عز وجل، وقد اكتسب الصالح العام القدسية من هذا المدخل، مدخل الحق العام أو حق الله تبارك وتعالى. وهذه الإضافة، إضافة الحق إلى الله عز وجل الذي يفسر الصالح العام أو الذي يقابل الصالح العام، إضافة هذا الحق إنما هي من باب تشريف الحق، وليس لأن الله عز وجل بحاجة إلى حق. يعني لما بنقول حق الله وحق العبد، إضافة الحق إلى العبد فيها نوع من الموافقة الطبيعية، لأن الإنسان فقير ويحتاج إلى الحق ليتقوى به، ودائما الإنسان الذي يحتاج إلى الحق بيبقى الحق مناسب له، أو إثبات المصلحة الناتجة عن الحق بتعتبر ملائمة له لأنه بحاجة إلى هذا الحق. إنما إضافة الحق إلى الله عز وجل ليس كإضافة الحق إلى العبد، لأن إضافة الحق إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة تشريف وتعظيم، لأن الله غني عن الحقوق، فالله ليس فقيرا حتى يحتاج إلى حق يقتضيه من عباده لأنه بحاجة إلى هذا الحق، ولكن إضافة الحق لتشريف الحق في ذاته، لأن الأمر في النهاية مرده إلى العباد، فسواء كان الحق حق عبد أو حق الرب، فالمآل في النهاية هو حق الله، هو منفعة العباد، والله عز وجل لا يستفيد من هذه الحقوق لأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولهذا كان مرجع الفائدة أو مرجع المصلحة من كل هذه الحقوق إلى العباد وليس إلى الله عز وجل. ولا تعد هذه الإضافة في التقسيم بين حق الله وحق العبد، لا تعد هذه الإضافة إلا أن تكون تشريفا للحق الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه النسبة وإن كان فيها من التشريف للحق والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها هذا النسب الشريف، إلا أنه يستلفت أنظار الناس جميعا إلى أن يحترموا هذا الحق، وأنهم إذا وضعوا في مقارنة أو موازنة بين الحق العام وبين الحق الخاص، فإن الحق العام هو الذي يجب أن يترجح في أذهانهم، أو يجب أن تكون له الأولوية في حياتهم من حيث المحافظة عليه ومن ناحية الاهتمام به وعدم الطمع فيه. يعني كأن الله حين أضاف الحق إلى الله تبارك وتعالى إلى نفسه، لم تكن هذه الإضافة لأن الله محتاج إلى الحقوق، فالله غني عن العالمين،
وغني عن الناس وغني حتى عن العبادة، ولكنه أضاف الحق إلى نفسه ليكون في هذا الحق مصلحة أو منفعة عليا للناس أجمعين، ولهذا كان من الواجب عليهم أن يحترموا هذا الحق وأن يقدموه، أي أن يقدموا حق الله أو أن يقدموا الصالح العام على الصالح الخاص أو على المصالح الخاصة التي يتبارون جميعا في حيازتها وفي نسبتها إلى أنفسهم، لتكون حقا خاصا وليس حقا عام. الإضافة إلى الله عز وجل في الحق العام أو في الصالح العام إنما هي إضافة تشريف وتعظيم، وذلك بحسب الحائد العائد من الحق، وأن العائد من حق الله تبارك وتعالى على الناس أعظم وأجل، لأنه يعود على عدد غير محصور من الناس، ولأن المصالح فيه مصالح عليا ربما لا يقدر الفرد وحده على أن يقوم بها. فإذا تصورنا أن حق الله مثلا في الأنهار أو في الطرق العامة أو في المرافق العامة أو في المصالح العامة، فإن الفرد بمفرده لا يستطيع أن يقيم مرفقا عاما كمرفق التعليم، ولا يستطيع أن يقيم مرفقا عاما كمرفق المياه التي يروي منها الناس أراضيهم ويروون بها ظمأهم وعطشهم في المدن وفي القرى وفي كل الأماكن التي يعيشون فيها، لأن الماء ضرورة من ضرورات الحياة. هذا الماء يعتبر حق عام. كذلك أيضا الطرق العامة والمنشآت العامة كالمستشفيات وكالمدارس والجامعات وغيرها، فإنها تعتبر مرافق عامة بتؤدي حقا عاما أو مصلحة عامة، وهذه المصلحة العامة تعتبر من حقوق الله عز وجل التي يجب على الناس أن يقوموا بحقوقها وأن يؤدوا الواجب نحوها حتى تؤدي رسالتها في حياة الناس على النحو الذي يريده الله عز وجل من تقسيمات هذه الحقوق أو من إضافة الحق إلى نفسه. وما من شك في أننا حين ننظر إلى خارطة الدول التي تحيط بنا وننظر أو نقارن بين هذه الدول وما فيها من تقدم وارتقاء، نجد أن سر هذا التقدم هو اهتمام أبناء هذه الدول بالحق العام أو بالصالح العام. كلما كان هناك اهتمام بالصالح العام وارتقاء به، كلما كان هذا الأمر فيه من أسباب الرقي وأسباب النهوض ما يجعل الأمة على درجة عالية أكثر من غيرها، تلك التي يطمع الأفراد فيها في الحق العام أو في الصالح العام، ويود كل واحد منهم أن يحوله إلى حق خاص، وذلك عن طريق السرقة أو عن طريق النهب أو عن طريق الاستغلال أو عن طريق التكسب من وراء المراكز العامة أو من وراء المصالح العامة. هذا الأمر يؤدي في النهاية إلى الإضرار، وبيؤدي أيضا إلى انخفاض مستوى الدولة. فأنت إذا وجدت أفرادا يحافظون على الصالح العام ويهتمون بالمرافق العامة ويؤدون حق الله فيها، دائما تجد هذه علامة على رقي المجتمع وعلى تقدمه وعلى تحضره. أما إذا رأيت أفرادا لا يعنيهم هذا الأمر، وإنما يعنيهم أن يفتشوا عن الصالح الخاص له، وأن كل فرد منهم ليس بحاجة إلى أن ينمي هذا الصالح العام، وإنما هو بحاجة إلى أن يحيي صالح نفسه أو منفعة نفسه فقط حتى ولو هلك الآخرون، فهذا المسلك في ذاته يدل على أن هذا المجتمع ليس مجتمعا متقدما وليس مجتمعا متحضرا، وإنما هو مجتمع يأكل الأفراد فيه حقوق الله عز وجل أو لا يهتمون بالصالح العام. إذا أردت أن تقيس الحضارة أو التقدم أو الرقي في أي دولة أو في أي مجتمع، فضع هذا المعيار في الاعتبار: احترام الصالح العام. إذا كان الأفراد يحترمون الصالح العام، يحترمون دولته ويحترمون مرافق الدولة ويحترمون مؤسسات الدولة ويحترمون الموارد العام للدولة وينزلونها المنزل اللائق بها، فاعلم أن هذه الأمة أمة متحضرة وأمة متقدمة. معيار رقي الأمم والتقدم والقوة التي تحققها أي دولة عن غيرها من الدول بينبع من هذا المعيار، معيار الاهتمام بالصالح العام أو بالحق العام. إذا أرادت أي أمة أن تتقدم أو أن تقوى، فعليها أن تهتم بالصالح العام، أن تقيم حق الله عز وجل، أن تهتم بمصالح الناس العامة، أن يقدم الإنسان الصالح العام أو أن يقدم حق الله عز وجل على حقوق نفسه أو على مصالح نفسه الخاصة. إذا حدث هذا الأمر ووجدت أناسا يقومون على الصالح العام ويهتمون به ويفضلونه على
مصالحهم الخاصة، فاعلم أن هذه هي علامة التحضر في المجتمع، وهي علامة القوة التي تدل على أن هذا المجتمع قوي، وأن أفراده أفراد متحضرون يقدرون حقوق الله تبارك وتعالى وينزلون كل حق المنزلة اللائقة به. فكأن كلمة الصالح العام بتمثل الحق العام، والحق العام هذا هو معيار التقدم في أي دولة كما قلت. فمن الواجب علينا أولا أن نهتم بالصالح العام، وأن يكون للصالح العام هو أن يكون للصالح العام الأولوية في حياتنا وفي تفكيرنا وفي اهتمامنا، لأننا إذا اهتمينا بالصالح العام أو حدث عندنا اهتمام بالصالح العام فإن ذلك سيؤدي من ناحية إلى التقدم على المستوى الخاص وعلى الرخاء من المستوى الخاص، وكذلك أيضا سيؤدي إلى رخاء المجتمع. والإنسان إذا كان في مجتمع راقي ومجتمع متقدم ومجتمع متحضر ومجتمع قوي فإنه سيشعر بالشرف حين ينسب إلى هذا الوطن، لأن الوطن القوي يحمي أبناءه ويحيطهم بإجلال وبعزة يحترمهم من أجلها الشعوب الأخرى. كلما كان الإنسان منتسبا إلى أمة متحضرة قوية تحترم الحق العام وتحترم الحقوق العامة والمصالح العامة فيها، كلما كان هذا المجتمع مجتمعا قويا متحضرا يلقى الاحترام من كل أفراد الناس ومن كل الدول. والفرد الذي ينتسب إلى هذا المجتمع لابد أن يكون فردا متحضرا متقدما، إذا ما صار في أي دولة أو نزل في أي دولة فإنهم يحترمونه لأنه ينتسب إلى هذه الدولة المتحضرة المتقدمة التي تهتم بالصالح العام والتي تقيم حقوق الله عز وجل ويقدمها الأفراد في حياتهم على حقوقهم الخاصة. هذه علامة من علامات التحضر وظاهرة من ظواهر التقدم في هذا المجتمع. إذا تأملنا في مفردات حقوق الله عز وجل وهي التي يتعلق بها النفع العام للناس جميعا، فنجد أن من الصالح العام الذي يجب أن يقام أول شيء هي العبادات. والعبادات كما يقولون أو كما يقول الفقهاء تمثل الصالح، تمثل حقوقا لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وذلك كحق الله في الإيمان به. فمن الواجب على الناس أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا برسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. فالإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الإيمان الغاية منه وإن كان يمثل حقا لله تبارك وتعالى، إلا أن هذا الإيمان يعطي الإنسان قوة ويعطيه مددا ويعطيه زادا يكون به قادرا على أن يسير وفق منهج هذا الإيمان، فلا يظلم ولا يطغى ولا يغش ولا يخدع، وإنما يؤدي أمانة الإيمان فيقوم بواجبه فيما طلبه الله تبارك وتعالى من عباده، وما طلبه الله من عباده يصب في النهاية في صالحهم وفي صالح هذا المجتمع أو في الصالح العام. هذه العبادات وإن كانت تمثل حقا لله تبارك وتعالى إلا أن مردود هذا الحق سيعود على الأفراد، لأنهم حين يؤمنون بالله تبارك وتعالى سيتبعون منهج الله عز وجل، وحين يتبعون منهج الله تبارك وتعالى فإنهم سيستقيمون على الحق، سيؤدون الأمانة، سيبذلون جهدهم من أجل أداء حقوق الناس وحقوق الله تبارك وتعالى، سيسعون في الأرض بالتعمير وبالإنتاج الذي يرفع مستواهم والذي يساعدهم على أن يؤدوا العبادات المالية التي طلبها الله منهم، سوف يتكافلون ويتعاطفون ويتراحمون فيما بينهم، سوف يؤدون حقوق الله تبارك وتعالى على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، فلن يغشوا ولن يخدعوا ولن تكون هناك خيانة في أي عمل من الأعمال أو في أي وظيفة من الوظائف. وحسب أي مجتمع شيئا من هذه الأمور ليتقدم ويتحضر. إن المجتمع إذا حرص على مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى فإنه سيكون مجتمعا آمنا هادئا مطمئنا قادرا على أن يحقق رسالته النبيلة التي من أجلها خلق الله الإنسان. وما من شك في أن هذا الإيمان وإن كان يمثل حق الله تبارك وتعالى إلا أن مردود هذا الحق
كما هو واضح يصب في صالح الناس وفي صالح المجتمع. وبالتالي إذا كان الله قد طلب الإيمان فإنه ليس بحاجة لهذا الإيمان، وإلا فإنه كان بمقدور الله عز وجل أن يجعل الناس مؤمنين به بالجبلة، كما قال عز من قائل في محكم كتابه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو كان الله عز وجل يريد أناسا يؤمنون به بالجبلة أو بالطبع لا خلق الناس على ذلك، ولكنه يريد أناسا مختارين إذا اختاروا الإيمان به فإنهم لا بد أن يلتزموا مقتضى هذا الإيمان في التعاون على البر والتقوى، وليس التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك كان أول مطلوبات الله عز وجل وهو الإيمان بيصب في صالح الناس جميعا أو في الصالح العام. كذلك أيضا من مقتضيات هذا الإيمان أو من أركان الإسلام هو الذي يصدق الإيمان، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا تأملنا حتى مفردات هذه العبادات التي تمثل حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، نجد مثلا أن الصلاة وهي صلة بين العبد وربه، وهي فرع الإيمان وأصل الفروع التي طلبها الله عز وجل من خلقه، كما يقول فقهاء الحنفية الأصوليون من فقهاء الحنفية، يقولون إن أول ما طلبه الله من خلقه أن يؤمنوا به، وبعد الإيمان بالله تبارك وتعالى تأتي الصلاة، فالصلاة هي فرع الإيمان من ناحية المطلوبية لأنها عماد الدين، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي معلومة في عددها وفي أوقاتها وفي عدد ركعاتها وفي هيئاتها وفي الشروط الواجبة لها وفي المبطلات التي تبطلها وفي أنواع هذه الصلاة، صلاة الفرض وصلاة النافلة وغير ذلك من أنواع الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلاها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة ليس الغرض منها أن الله تبارك وتعالى بحاجة إلى هذه الصلاة، ولكن مردود هذه الصلاة سوف يعود على الناس أجمعين، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل. وهذا القول الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس واردا على سبيل الخبر، وإنما هو وارد على سبيل الطلب، كأن الله تبارك وتعالى يقول فيه: اجعلوا صلاتكم وسيلة لتنهاكم عن الفحشاء والمنكر. أي يجب أن تكون الصلاة كذلك، يجب أن تكون الصلاة وسيلة تنهى عن الإنسان عن الفحشاء والمنكر، أو اجعلوا من صلاتكم وسيلة تنهاكم عن الفحشاء والمنكر. إذا انتهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر فإنه سيكون إنسانا مسالما في المجتمع، سوف يكون إنسانا قادرا على العطاء، سوف يكون إنسانا محبا للناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سيكون إنسانا مستحضرا خشية الله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته، وبالتالي لن يغش ولن يخدع ولن يخرب ولن يدمر. هذه هي مهمة الصلاة، النهي عن الفحشاء والمنكر. ومن الواجب أن تكون الصلاة كذلك، وليس من الملائم أن يسارع الناس إلى المساجد وإلى أماكن الصلاة فيؤدون الصلاة في خشوع وخضوع، فإذا خرجوا من أبواب المساجد يتكالبون على الشرور وعلى الغش وعلى الخداع وعلى غير ذلك من المعاملات التي لا تتواءم مع الصلاة. إن الصلاة يجب أن تنهى الناس عن الفحشاء والمنكر، لا أن يؤدي الناس الصلاة ثم يخرجون من عتبات المساجد فيتبارزون ويتقاتلون ويتبارون في الغش وفي الخداع وفي غير ذلك من السلوكيات المحرمة وفي المنكرات التي لا يجوز أو لا يلائمها ما سبق من أداء الصلاة. الصلاة يجب أن يستحضر الإنسان وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى في وهو موجود في المسجد، فإذا خرج من عتبة المسجد وجب عليه أن يستحضر عظمة هذه الصلاة في كل تصرف يتصرفه وفي كل حركة يتحركها وفي كل خطوة يخطوها. وتلك هي مهمة الصلاة، مهمتها أن تهذب السلوك وأن تعم السكينة بين الناس جميعا وأن تقضي على الغش وعلى الخداع حتى يعم الخير في حياة الناس.
وكذلك أيضا الزكاة، الله تبارك وتعالى يقول في الزكاة وهي حق من حقوق الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية الكريمة تدل على أن من مهمة الزكاة أن تطهر النفس وأن تزكيها من الشح، وأن تدرب الإنسان تدريبا عمليا عن طريق الإلزام بالفرض على أن يكون معطيا. فالعطاء سلوك يجب أن يتدرب عليه الإنسان، ويجب على الإنسان أن يأخذ عليه أو أن يتعوده أو أن يلزم به. والزكاة هي إلزام بأن يعطي الإنسان، أن يؤدي الإنسان مقابل ما أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك القدر اليسير من المال الذي أنعم الله به عليه، وهو مال الزكاة. هذا المال الذي فرضه الله تبارك وتعالى فرضا في ركن من أركان الإسلام هو الزكاة، غايته أن يعود الإنسان على البذل، لأن الإنسان كلما يأخذ كلما ازداد طمعه وحبه للمال، وكلما أدمن اكتناس هذا المال. وإذا ترك لنفسه من غير إلزام فإنه ربما يعتاد على هذا الطبع، فيجيء هذا الفرض وهو فرض الزكاة يلزمه بأن يعطي، بأن يقدم، بأن يتعاون مع المجتمع، بأن يكون مصدر عون للفقراء والمساكين، وكذلك أيضا العاملين عليها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وغير ذلك من المصارف التي جاءت في آية التوبة، والتي تبين أن هذه الزكاة ما شرعت إلا لتكون وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي الذي يحتاجه المجتمع، والذي يؤدي إلى التعاون على البر والتقوى، وإلى التكاتف، وإلى التعاضد، وإلى التعاطف بين القادرين وغير القادرين، بين الفقراء وبين الأغنياء والفقراء. هذا الأمر في النهاية مرده إلى العباد أو مرده إلى الناس، وليس إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصيام، الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو فرض طلبه الله تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد بيّن هذا القول الكريم أن الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام، وكتب هنا بمعنى فرض، جعل صيام شهر رمضان فرضا مقدرا في كل عام عندما يرى هذا الشهر وعندما يحل هذا الشهر. وقد بيّن الله عز وجل في ختام الآية الكريمة التي تحدثت عن فرضية الصيام في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، بيّن الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الآية أن الغاية من مشروعية الصيام هي أن يتعود الإنسان أو أن يستحضر الإنسان تقوى الله تبارك وتعالى في كل عمل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله تبارك وتعالى. وتقوى الله معناها أن أستحضر خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه، لأتقي ما يتهددني من مخالفة أوامره من العذاب، أو لكي أحصل ما وعدني به من الثواب على هذه الاستقامة. فالتقوى معناها أن أستحضر خشية الله تبارك وتعالى، وأن أستحضر رقابته في كل عمل أقوم به. فإذا ما قمت بهذا العمل وأنا في حضرة الله تبارك وتعالى ومستحضرا عظمته ومستحضرا تقواه، فإنني لابد أن يحرسني هذا الشعور، ولا بد أن يكون سلوكي مستقيما مع تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا خلوت على نفسي من غير رقيب من البشر، فإنني سأؤدي الواجب المفروض علي من وحي ضميري، وليس لأني أخاف من هذا الذي يرقبني أو من رئيسي في العمل أو غير ذلك. أؤدي عملي بالذمة والأمانة لأنني أخاف الله تبارك وتعالى، ولأنني أخشى أن يحل بي غضبه. ولذلك كان من مهمة الصيام أن يؤدي الإنسان أو أن يستحضر الإنسان تقوى الله تبارك وتعالى فيما يقوم به من عمل. وما من شك في أن استحضار التقوى في كل عمل هو من الأمور المطلوبة، لأن الإنسان لا يفترض أنه سيكون بحاجة إلى رقيب يراقبه من الناس على أداء عمله. ليس المطلوب أن كل إنسان يعمل لابد أن يكون عليه رقيبا من الناس، بل لابد أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه، ولابد أن يكون هو الذي يحاسب نفسه،
ولا بد أن يكون وهو يؤدي عمله أو يؤدي مهمته أو يؤدي وظيفته، لا بد أن يكون مستحضرا عظمة الله تبارك وتعالى ومستحضرا تقوى الله عز وجل، لأنه كما يصوب بينه وبين ربه ويستطيع أن يكسر هذا الصيام بأن يفطر وهو في مكان لا يراه فيه أحد من البشر، لكنه عندما يفعل ذلك يؤمن أن الله تبارك وتعالى يراه. فالله تبارك وتعالى يرى الناس حين لا يرون الناس. فإذا اختفى الإنسان من الناس وظن أنه بعيد عن أعينهم أو بعيد عن رقابتهم، فإنه يجب أن يكون مؤمنا بأن عين الله تبارك وتعالى تراه، وأنه في حضرة ربه عز وجل، وأنه إذا استحضر هذا الشعور فإنه لا بد أن يكون مستقيما على جادة الصواب، ولا يمكن أن يفكر في جريمة أو في غش، لأن دائما المجرم أو الذي يغش أو الذي يخون أو الذي يفكر في جريمة بيخلو لنفسه ويحاول أن يستتر عن غيره من الناس. فإذا ما استحضر تقوى الله عز وجل فإن ذلك سيغنيه عن هذا الأمر، وسيكون فيه غنى عن خشية الناس وعن خشية أولئك الذين لا يود أن يرونه، وسيكون له في هذا الأمر وقاية من الانحراف ووقاية من الوقوع في براثن الجرائم والانحرافات. فمن مهمة الصوم أن يعود الناس تقوى الله تبارك وتعالى حتى يؤدي كل واحد منهم عمله وهو في رقابة ذاتية من نفسه ومن ضميره على نفسه، وليس لأنه بحاجة إلى أن يراقبه أحد من الناس أو أحد من البشر. فولو أننا استحضرنا هذا المعنى وأدى كل إنسان عمله مستحضرا تقوى الله عز وجل لتغير الحال وأصبح حال الناس في أحسن حال، ولما احتجنا إلى بذل جهود كبيرة في يعني وضع قنوات للرقابة وأعين ترى الناس وهم يؤدون أعمالهم. إن عين الله تبارك وتعالى يجب أن تكون العليا في هذا المجال، ولعل فريضة الصيام هي التي تؤدي هذا المعنى وتؤدي هذا المقصود. كذلك الحج شرعه الله تبارك وتعالى ليكون وسيلة للتلاقي، يتعاون الناس فيه على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، ويحصلوا المنافع ليشهدوا منافع لهم، كما قال الله عز من قائل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله تبارك وتعالى في أيام معدودات. هذه الأيام حين يذكر الناس فيها الله تبارك وتعالى ويحصلوا منافع الحج، فإنهم بهذه المنافع يعودون إلى بلادهم وقد تزودوا بالتقوى ونظفوا أنفسهم مما ران بها من الأضرار ومن الآثام التي ارتكبوها، فيعودوا إلى بلادهم وإلى أوطانهم كالهواء النقي الذي ينفس في أنحاء هذه الدول وفي هذه الأمم. هذا النقاء وهذه الاستقامة وهذه المنافع التي حصلوها فيحيا المجتمع من جديد. ومن ثم فإن حق الله تبارك وتعالى إذا كان في الحج كشعيرة من الشعائر، فإن مردود هذه الشعيرة في النهاية إلى الناس وليس إلى الله تبارك وتعالى. هذه إشارات سريعة تدل على أن العبادات، وهي وإن كانت حقا خالصا لله تبارك وتعالى، إلا أن إضافة هذا الحق إلى الله تبارك وتعالى ليس لأن الله بحاجة إلى هذه العبادات، فالله غني عن الناس وعن عباداتهم، ولكنه تبارك وتعالى طلب هذه العبادات وألزم عباده فيها ليتعاونوا على البر والتقوى وليعود نفع هذه العبادات على الناس وليس على الله تبارك وتعالى. يترتب على التفرقة بين الحق الخاص والحق العام أو بين الصالح العام والصالح الخاص للأفراد عدد من المسائل المهمة أو التي تترتب على طبيعة كل واحد من هذين الحقين. أول أمر هو وسائل الحماية. إحنا كما نعلم أن الصالح العام بيعتبر أهم، إذا ما قولنا مع الصالح العام أو وضع في موازنة مع الصالح الخاص، فإن الصالح العام هو الذي يترجح كما قلنا، لأن المنفعة في الصالح العام أقوى، ولورود الأدلة التي تدل على هذا الاعتبار الشرعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أولى بالوفاء، ولما هو مقرر من قواعد الفقه الإسلامي التي تقضي بأنه إذا تعارض الحق العام مع الحق الخاص فإن الحق العام هو الذي يقدم،
وإذا تعارض ضرران، الضرر الخاص مع الضرر العام، يقدم الضرر العام، يعني يراعى الضرر العام. فالضرر الخاص ده بيمثل مفسدة أقل، وانتهاك المصلحة العامة بالضرر العام يمثل مفسدة أشد. وكما هو معروف فإن الضرر الأقل يتحمل لدفع الضرر الأشد، وبالتالي إذا تعارض الحق الخاص أو الضرر في الحق الخاص مع الضرر في الحق العام، لا يقدم يتحمل الضرر العام من أجل رفع الضرر، يتحمل الضرر الخاص من أجل رفع الضرر العام، وهكذا. فإذا ما قوبل الحق العام مع الحق الخاص، دائما الحق الخاص هو الذي يقدم. بيظهر ذلك في الجزاء، يعني إذا طبعا هو المفروض أن يحترم الناس الحقوق، سواء كانت هذه حقوق أفراد أو حقوق عامة من حقوق الله تبارك وتعالى. لكن الأهمية برضو بتبدو في انتهاك حرمة هذه الحقوق. فمن ينتهك حرمة الحق الخاص له وسائل عقابية أو وسائل جزائية تختلف كثيرا عن الوسائل الجزائية المقررة للحق العام. ومن ذلك مثلا أن الإنسان إذا لم يؤدي حق غيره بأن تعاقد مع إنسان ولم يؤدي الالتزام الذي وجب عليه أو الحق الذي التزم به في العقد الذي أبرمه مع غيره من الناس ولم يوفي بالوعد وخالف قول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبقوله عز من قائل وخالف قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا خالف هذا الأمر ولم يؤدي الحقوق التي ارتبط بها مع العباد أو مع غيره من الناس، فإنه إذا لم يؤدي هذه الحقوق اختيارا فإنه يؤديها إلزاما، بمعنى أنه يلزم بالقضاء وبالقانون وبالقوة التي تجبره على أن يقوم بوفاء الحقوق. يعني يجب عليه أن يوفي ما تعاهد عليه أو ما تعاقد عليه اختيارا، لكنه إذا لم يؤدي هذا الحق اختيارا فإنه يلزم به إجبارا، وذلك عن طريق القانون. فإذا لم يؤدي هذا الأمر يمكن أن يتم التنفيذ على ماله وأخذه منه قسرا والحجز عليه لكي يستفيد أو لكي يأخذ الدائن أو صاحب الحق حقه من هذا المال. لكن يعني لا يتعدى هذا الأمر إلى العقاب الجنائي إلا إذا حدث نوع من الغش أو نوع من التدليس، أو كان التصرف الذي وقع على الغير يمثل جريمة من الجرائم، زي مثلا جريمة السرقة. جريمة السرقة فيها جانب مدني وهو المال الذي يخص مالكه، إذا أخذ هذا المال عن طريق الاختلاس على سبيل الخفية والاستثار هذه تعتبر جريمة. فيها جانبان، جانب الحق الخاص وجانب الحق العام. فإذا ما حصل المسروق منه على ماله من السارق فإن هذا الأمر لا يكون وفاء بالحق فقط، وإنما يتبقى حق المجتمع في العقاب على هذه الجريمة، لأنه السارق حين يسرق إنما يفعل جريمة مزدوجة فيها اعتداء على الحق الخاص واعتداء على الحق العام. فإذا ما أدى الحق الخاص ورد الحقوق الحق إلى صاحبه فإنه في هذه الحالة يكون قد أدى حق العبد، لكن لا يمنع ذلك من أن حق المجتمع أو حق الله تبارك وتعالى باق يجب أن يؤخذ منه، وذلك بالعقاب على هذه السرقة. العقاب هو العقاب التعزيري الذي يتقرر بالنصوص القوانين، لأن هذه القوانين تعتبر عقوبات تعزيرية بتجب حين لا يتسنى توافر الشروط التي تطبق فيها الحدود. ومن العسير جدا أن تتوافر هذه الشروط، لأن شروط إقامة الحد متعسرة جدا جدا، وأقل ما فيها أنها تضرب الشبهة، فإذا وجدت أدنى شبهة فإن الحد يضرب، وإذا درئ الحد وتعذر إقامته لوجود الشبهة أو لأي مانع آخر من موانع إقامة الحدود فإن القوانين الوضعية تكون هي التعزير الذي يراه الحاكم، ويكون تطبيق هذه القوانين
ليس تطبيقا لقوانين وضعية، وإنما هو تطبيق لقواعد الشريعة الإسلامية التي تقرر التعزير عقوبة حين يتعذر إقامة العقاب المحدد في التشريع الإسلامي. ذلك ما يتعلق بالحق الخاص. الحق الخاص يؤدى إذا كان الحق الخاص مشترك بين حق العبد وحق الله تبارك وتعالى، مثل جريمة السرقة التي فيها حقان، حق الله في أن يأمن الناس على أموالهم وأن تحترم هذه الأموال، وحق العباد في أموالهم التي ملكوها. فإن حق العبد في هذه، فإن العقاب يظل حتى هذه المنطقة من الحقوق عقابا أو جزاء مدنيا، ربما تأتي الجريمة فيه أو العقاب الجنائي فيه تبعا. لكن الحقوق المتعلقة بالله عز وجل أو حقوق الله تبارك وتعالى، بنجد أنها حقوق عامة. حقوق عامة يعني الجزاء الذي يترتب عليها هو جزاء جنائي، يعني يعاقب عليها من يرتكب هذه الجرائم التي تخدش حق الله تبارك وتعالى، أو التي تمس حق الله تبارك وتعالى، أو تمس الصالح العام المتمثل في حقوق الناس أجمعين. هذه تكون موضع جناية أو موضع جناية يعاقب عليها بالعقوبات الجنائية أو بعقوبات الجرائم. ولعل ذلك هو الذي يوضح التفرقة بين الحقين. حق الله بيبقى العقاب عليه أو الجزاء عليه جزاء جنائيا عقابيا ابتداء، يقدر لكل جريمة العقاب الذي يلائمها والذي يليق بها. أما في حقوق العباد فإن الجزاء فيها جزاء يكون جزاء مدنيا، المهم فيه هو أداء الحق لصاحبه، وإن كان هناك عقاب فيأتي العقاب تبعا لهذا الحق. فكأن من وسائل حماية الحق تعتبر أثر من الآثار الذي يترتب على هذا الحق. الجزاء في الحق الله تبارك وتعالى جزاء جنائي كما قلت، يطبق عن طريق السلطة القضائية أو عن طريق السلطة العامة أو عن طريق المجتمع. أما في حقوق العباد فإن الحقوق يفترض أنها تؤدى بين الناس فيما بينهم، فإذا لم تؤدى فيما بينهم ولجأ الإنسان إلى التقاضي فإن القاضي يحكم له باستيفاء حقه قهرا أو جبرا على المدين، ويستوفى الحق كما قلت عن طريق الحجز أو عن طريق التنفيذ الجبري. غاية المحافظة على حقوق الله تبارك وتعالى لا تقتصر على الأجيال القادمة، وإنما حق الله عز وجل لا يستهدف الجيل الحاضر أو الأجيال الماضية، وإنما يستهدف أيضا الأجيال القادمة. إن الأمم لا تعيش لنفسها، ونحن حين نعمل لا نعمل من أجل أنفسنا فقط، وإنما يجب أن يكون عملنا من أجل الصالح العام غير مقتصر علينا فقط أو على الجيل الذي نعيشه، وإنما يجب أن يتعدى هذا الجيل للأجيال القادمة. وقد فعل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب في أرض العراق حين فتحها الفاتحون، وكان الأمر فيما مضى أن تقسم هذه الأراضي على من فتحوا أو على من شاركوا في القتال. عمر الخطاب لم يرى ذلك، وإنما رأى أن تظل هذه الأراضي موجودة لتكون كالوقف الذي يستفيد به الأبناء المسلمين أو أجيالهم حتى يجدوا فرصة في هذا المجتمع، وحتى نتيح لهم القدرة على أن يستمروا وأن يتعلموا وأن يعيشوا عيشة كريمة. لأن الأمم لا تعيش أو الدول لا تعيش لجيل واحد فقط، وإنما تتعاقب الأجيال فيها إلى ما شاء الله عز وجل. وبالتالي فالاستخلاف أو العمل من أجل الأجيال القادمة بيعتبر أثر من آثار حق الله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الدعاء لن يكون له أثر، بل لن يكون أصلا إلا إذا كانت الأجيال السابقة قد قدمت للأجيال القادمة. وذلك ما يجب أن يراعيه الناس في التعامل مع حق الله ومع حقوق الأفراد. إن حق الله يجب أن تكون له الأولوية، وحق الله يساوي الصالح العام. هذا الصالح العام يجب أن تكون له الأولوية،
ويجب أن تكون له الرفعة، ويجب أن يكون فوق رؤوسنا حتى نستطيع أن ننهض وأن نتقدم وأن نبني أمة قوية، ليس للجيل الذي يعيش فيها الآن وليس لنا فقط، ولكن لأجيالنا القادمة ولأبنائنا القادمين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الفهم الصحيح للدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.